نعمل خطوه خطوه للكاسترد. فجبت هنا حليب سبته يبتدي يسخن، حط معاه شويه هنا من السكر، يبقى نحط هنا شويه سكر على الحليب، وفي نفس الوقت بجيب في سلطانيه تانية النشا، حط عليها شويه صغيرين من الفانيليا، وبعد كده بنحط بيضه. يبقى ديت هتبقى النشا بدل ما هدوبها في ميه زي ما عملنا في الجمبري، بس بدوب النشا هنا هو مع بقيه السكر، وبعد كده باخد شويه من الحليب هنا هو علشان بس ارفع درجه حراره البيض، واقلبهم هنا، اتاكد ان كلها سائل، وبعدين نرجع هنا نصب ديت، ويبقى احنا عملنا هنا اللي هي الكاسترد. يبقى ديت فكره الكاسترد بعد ما بتبتدي تتماسك، لو لقيت انها فيها كتل ممكن اصفيها او بسيبها هنا هو لغايه لما النشا يطلع منها، بس بتبتدي الفخاخيه اللي فوق دي تروح وتبتدي هي نفسها يبقى فيها فخاخيه صغيره. نسيب ديت هنا هوت، ده كده هوت فكره عمل الكاسترد. زي ما احنا شايفين بقت كتله واحده هنا هوت، ممكن بحطها اصفيها بس اتاكد انها غليت، واخدها هنا وبجيب القالب او السلطانيه اللي احطها فيها، وبنحطها هنا على اساس لو فيها اي كتل او اي حاجه بنزلها، وبضغط عليها من هنا على اساس تبقى كلها نازله، ودوت هتبقى فكره الكاسترد. قبل ما هستعملها بسيبها تبرد، وهناخد فاصل سريع. لما نرجع نواصل معاكم هنعمل عجينه الملفي اللي هو الفراق، ونشوف نحشيها كاسترد ازاي، وكمان هنستعمل نوع من انواع التوت. وزي ما احنا شايفين الكاسترد بقى ده عندي هنا جاهزه، بس قبل الفاصل قلنا بنعمل الكاسترد، بسيبها وبسيبها تبرد، فدوت بيكون شكلها. لما بلاقي انها ممكن احطها خلال منخل او مصفى علشان يبقى كلها ناعمه، بسيبها تبرد، وديت هناخدها ونحشي بيها نعمل حشوه لعجينه الملفيه.